ملك العمومي جبدو. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله مساءكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملال. تحية طيبة عطرة أزف بها لكل من يشاهدنا الآن في هذا المباشر، سواء كنت داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. السيد اللي كتشوفوا أمامكم ساكن في منطقة أي تيسليت حي الحرش بمدينة بني ملال، أوربيع بمدينة بني ملال. كاين قدامه واحد القهوة اللي كيقول بأنها بدون رخصة كيمارسوا فيها يعني جميع أنواع القمار، ويعني الكلام النابي والكلام الساقط والمخل بالحياة. هذا الشيء خلاه انه يعني في مشاكل يعني مع صراع او صراعات مع مول هذه القهوة هذه. تيقول بانه ضربوا تيضربوا حتى بالحجر يعني في الشراجم ديالو. هو تيكون جالس يعني مع عائلته حتى كيسمع الكلام الساقط. غادي نسمعوا يعني الشهادة ديالو بعظمة اللسان ديالو، غادي يوضح لنا اكثر تفاصيل الخيوط ديال هذا الشيء. تفضل سيدي. السلام عليكم. كان نشد جميع الحقوقيين بالمغرب اللي كيهمهم الامر. انا جندي الاسم حجوب حسان، جندي متقاعد، رقم البطاقه الوطنيه اي 145 161. انا قضيت في المنطقه الجنوبيه 32 عام سنه. راكم كتعرفوا الصحراء اشنو هي والمعاناه وكل شيء. كانت الأمنية ديالي كنصلي وكنطلب الله نخرج تقاعد على أحسن ما يرام بسلامة، وبالفعل خرجت التقاعد ديالي إلا أنني التقت لبلادي ببني ملال حي الحرش أربيع بني ملال. سكنت في داري، كان كيصادفني واحد الجار ديالي كيبني أنفاس مع الدار ديالي، الا ان هذه البلاصه هذه منطقه خضراء بناء عشوائي ما صالح للبني ما والو، ولكن ماشي مشكل شغل هذاك. انا هذا الكلام كان كنشهد عليه من 2014، اما دابا الا تبدلت الامور ما نعرف. المهم ما عليناش، هو كيبني سير 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 كيبني دار الدار الاولى دار الثانيه، بدا كيبلط. سمعنا الخبر بانه بغى يدير قهوه، درنا تعرض، ديناه المقاطعه، المقاطعه الثالثه. القائد ما بغاش ياخذ منا التعرض، قال لك لا انا ما مسؤولش على الرخص، سيروا للبلديه. لا يا سي القائد، راه عندنا معلومات بان انت اللي كدير معينه كذا. قال لك لا انا ما شدتش. بالفعل مشينا للبلديه، درنا شكايه، شفنا الرئيس، وبالفعل الرئيس خرج عده لجان، ماشي مره ماشي جوج، اللي تبتوا الضرر، وراه كاينين المحاضر في البلديه. وكنقول هذا الشيء الرئيس الاسبق، ماشي هذا الجديد، هذا الجديد لا اللي كان. وكذلك المقاطعه الثالثه، قائد الاولاني ماشي هذا، لان القائد اللي دار المشكل راه مشى انتقل، وكاين واحد القائد جديد وراه كيعاودوا عليه. الله يعمر له الدار، انسان خدام في الشفافيه والمعقول، كيدير مشاكل ديال عباد الله. على اي من اللي خرجوا لي جانوا داك الشيء، ضفتوا الضرر، تم سحب الرخصة، الرئيس سحب الرخصة، مشات للقايد. القايد جينا عنده، جيت عنده انا شخصيا، كيعطيني وعود كذبة. انا كنهضر على القايد اللي انتقل ماشي جديد. انا غادي نخرج غدا مثلا، غدا ما كيخرجش، كنرجع عنده، علاش ما خرجتش القايد؟ قال لي لا، راه قالوا لي القهوة مسدودة. على القايد شكون اللي قال لك القهوة مسدودة؟ اللي فهمت انا من هذا الشيء كاع، ان السيد عنده نفوذ اللي كيساعدوه، والقائد كان مفاهم معاه في داك الشيء، وكانوا كيضحكوا عليا. راه تقريبا هذا المشكل هذا راه كنت كنعاني منه، هذه راه 5 سنين ومازال. الا ان القائد مشى بحاله وخلانا فورته. و مول هذه القهوه هذه شنو الضرر اللي كيلحق بكم انتم كساكنين؟ مو القهوه، الاضرار اللي كانوا كيديروا في الاول هو انه كان جاب العاب تسليه قول فازور والبيار، ولكن دابا راه اللي سمعت قالوا لي راه حبسهم، خايف لان خدام بلا رخصه، ما عندوش الرخصه.
راه خايف لا يديوهم له، ما بقاوش كيبانوا ليا. والاضرار اللي بقى دابا هو القمار عباد الله، والقمر حجر صحي. والقمر راني كنهضر دابا والصوت ديال القمره كيتسمع، المخدرات، الضجيج ديال عباد الله. انا داري دابا راني في الدار من كنخاطب اخوتي المواطنين، راه خاويه ما ساكن فيها حتى واحد. فين ساكن انا؟ ساكن في شي بيوت في السطح انا ولادي. وكيفاش عباد الله انت كتريح مع ولادك هالدراري هالبنات وكتسمع واحد الهضره خاسره؟ بعض الخطرات كنريحو كناكلو كتسمعو الهضره خاسره، كينوضو ولادي كيتشتتو. و ماشي حاله يعني، راني كنعاني كنعاني كنعاني. اش غتقولوا عباد الله بنادم اللي كيطلع الجبل يريح كيتسنى انت تسد القهوه باش يجي يدخل لدارو؟ واش ما غادي واش ماشي مشكل هذا كبير؟ الا هذا السيد هذا خدام بلا رخصه، وكنهضر معاه كيقول لي سير جري جهدك ما عندك ما تصور مني. وبالفعل انا داخل المقاطعه نشكي، تليفون كيوصلوا الخبر، ها هو جاي. مشيت للبلديه نفس الشيء، مشيت للولايه نفس الشيء، على اي. المهم انا عييت ما ندافع على راسي ما ندير في الشكايات، ساعه لحد الساعه ما تعطانيش حقي. نبدا لكم المقاطعه الثالثه، عدة شكايات. مقاطعة الثالثة، عدة شكايات على ما يزيد 20 شكاية. والو ما صورت والو. الباشا عدة شكايات، ها هما. واللي بغى يقرا مرحبا، ها هما ما صورت والو. رئيس مجلس البلدي، ولكن على اي رئيس مجلس البلدي يعني خدمته دارها. علاش؟ لان سحب الرخصه، يعني السلطات المحليه هو المشكل دابا. الولايه شحال من شكايه يا عباد الله؟ انتم كتشوفوا والو ما صورت والو. 5 ديال طلبات مقابله، بغيت نقابل ندخل عند السيد الوالي نحكي له المشكل ديالي والو. ودابا حاجه اخرى، الداخليه ها هي وجاوبتني، الله يكثر خيرها وكنشكرها من المنبر هذا، قامت بواجب جاوبتني على الشكايه ديالي. كتقول لي راه كتبنا للوالي باش يتبع معاك المشكل ديالك حتى تيتفك، سير للولايه راه غادي يتبع معك. مع الاسف المشكل باقي ما تفك. مؤسسه الوسيط ها هي على ما يزيد 30 شكاية، ونفس الشيء هما قالوا لي سير العمالة. الولاية ما دارت لي والو، وراه كنشدك يا سيد الوالي وشوف حالتي، وراه عائلة متشردة، وراه داري غادي تمشي لي هكاك هباء منثورة، وراه 32 عام ديال الصحراء باش بنيتها، وهاد السيد هذا اللي محرم لي عيشة في داري، أنا كنضرب القرطاس هو مازال ما تزاد، راني شت ضد نيسونس ديالو. وكيفاش هذا بغى ياكل الخبز بالراحه، وانا اللي بنيت داري بالمعاناه ودافعت على بلادي في سبيل الله الوطن والملك، والشمكر دابا بغى يرحلني من داري وما كاين حتى اللي يشري. لو كان غير لقيت اللي يشري انا مستعد نغادر بني من الليل كله نمشي لشي بلاصه اللي غادي يرتاح، وانا اللي ما مرتاحش. كان ناجي كاسد الوالي راني عييت. تخيل بنادم اللي كيفكر في الانتحار ما داير والو مظلوم وما لقى اللي يعطي حقه، ما بقى له السيد خدام بلا رخصه. و اعتذر على المرض اللي فيا، راه يعني هادشي راه بزاف. القرار ديال الساحب سيد الوالي، هاو علاش هاد القرار ما يتنفذش؟ انا اللي بغيت نفهم، هاو القرار سحب الرخصه، هاو وانا لا رخصة تسحبات والسيدة وخدام. التزام ديال مول القهوة، قالت ليش غادي نخدم، ها هو. محضر ديال الجنة، ها هو. شوف السيد القائد السابق اشنو دار في المحضر، بانني راه خرجت ولخدا الطن وراه لقيت طفل في المقهى وراه نبأته باش يقول لمول القهوة ما بقيش يفتح. واش هذا اغلاق؟ واش هذا اغلاق عباد الله؟ اخيرا كيقول لي القايد ها واسير للمحكمة هي اللي غتفك لك المشكل ديالك، أنا ما عندي ما ندير لك. مشيت للمحكمة درت شكاية للسيد وكيل الملك، الله يكثر خيره، وبالفعل شرح لي الموقف.
قال لي اقرا عليا ذاك القرار، وقريته توصلت الجمله الاخيره، وهذا القرار يعود الى السلطات المحليه. قال لي يا ولدي راه خدمت السلطات المحليه وكتبها الحفظ لكون قرارات الجماعيه يعود الى السلطات المحليه، اشعر مباشره بالقرار. وفين غادي نمشي عباد الله؟ جميع المعنيين بالامر في المغرب شكيت عليهم، وتا واحد ما بغى يعطيني حقي. يعني اشنو بقى لي انا؟ ولادي غيتشردوا انا غادي ننتحر، هادشي اللي بقى. لو كان تحت دابا شي روح، علاش مات؟ علاش علاش؟ وها علاش اصحاب القانون؟ وراني مظلوم، وراني مظلوم. الا في قلبكم الرحمه اجيو تشوفوا شنو واقع، اجيو تفرجوا تشوفوا المنكر كي داير. واش السمكره كتحكوا عليا؟ واخر حاجه ما دار مول القهوه، اعتذر اعتذر منكم على شي مسائل ما خصنيش بالضبط ندخل فيهم، راه هادشي بزاف. ليحني في موقع اجتماعي فيسبوك كيتهم الدار ديالي بان فيها الدعاره، وعندي الدليل لي فوتو كلشي، راه عندي الدليل، ماشي كنهضر عشوائيا هكاك. وراني درت شكايه للسيد وكيل الملك، راني كنتمنى وكنترجاه يشوف في عين الاعتبار في هاد الشكايه هادي، يشوف هاد الكلام اللي كيقول هاد السيد، يصيفط الامن يحققوا واش بصح هاد الشي كاين. راني معروف عند الجيران، راه ولادي راه تجرحوا راه تعقدوا. واش البنت ملي كتقرا داك الكلام الخايب هذا اللي كاين في الدار، اشنو؟ واش الدري ملي شاف فيسبوك اشنو مكتوب على دارنا؟ اشنو؟ ولا مريض ولا معقد؟ كلشي 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 الدار ديالي مرضى، لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنهضر تنعيا وكنرجع لسيد الوالي. واسيد الوالي راه المشكل بين يدك، الاوامر ديالك راه ما كاينش اللي يخلفهم. كنطلب منك تعطي التعليمات ديالك لإغلاق مقهى بصفة نهائية، وراها قانونيا، ماشي زعما ظلمت هاد السيد ولا الفوضى ولا، راه الوثائق ديالي كلشي مليح قدامي، راه ما لقيتش اللي يعطيني حقي إلا أنت. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أما قائد سابق، ديما كنهضر وكنقول قائد سابق، ماشي اللي شاد دابا، راه تعدى عليا وتعدى عليا على ولادي وشرد ليا حياتي. الوثائق اللي حصلت عليهم قرار والتزام ومقليزي، راه مقليزي في مقاطعة. دابا سيدي شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالي انا كنشد الناس اللي معليين بالامر يشوفوا من حالتي يسدوا القهوة، والاخص بالاخص كنشد الوالي يعطي التعليمات ديالو. انا اللي هضرت معاه كيقول لي الوالي يعطي الوالي التعليمات غادي تسد القهوة. انا من مناض المباراه سعاده الوالي، راني كنترجاك وكنطلبك في اسرع الوقت. راني عييت، ولا اله الا الله محمد رسول الله، راه كنت كنتمنى بغيت نرتاح في التقاعد ديالي، ماشي نعيش هذه المعاناه. انا لو كان عارف هكا ما نرجعش لبني ملال، غادي نبقى انا في الصحراء تما نموت. ودابا راني كنترجاك، اعطي التعليمات ديالو وخرج اللي جاني يشوفو واش هذا الشيء بصح ولا لا ولا كذا. نكمل لكم واحد الجمله، قايد راه ما عطانيش هاد الوثائق هادي حتى جاء الانتقال. عيط عليا قال لي غادي ندير فيك واحد الخير. قلت له سعاده القداس من الخير غادير فيا؟ ما شتبو خير. قال لي اجي نعطيك الوثائق باش تمشي تدافع على راسك. هو اللي عطاني هاد الوثائق وقليزاهم وعطاهم ليا ليدي، وهذا ماشي عمل. اذا واخيرا كنشكركم، وانا في انتظار، وبالاخص الوالي الله يطول عمرك، راه كننتظر الجواب ديالكم وتفكوني من هذا المحنه هذه. والسلام عليكم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف ما تابعتوا معنا هذه القصه ديال هذا السيد والصرخه ديالو بسبب صاحب المقهى انفاصلي، يعني مقابل معاه كيشتغل بدون رخصه وكيجتمعوا عنده القماره وكي يعني الكلام النابي والساقط. هادشي خلاه انه مابقاش قادر يرتاح في دارو وريح مع عائلته
ولاده يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشخص هذا أيضا قام يعني بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاول أنه يطرق جميع البيبان ولكن ما كاين حتى شي حاجة. لحد الساعة هو كيناشد يعني على السلطات أو الجهات المعنية أنها باش تسرع بالإغلاق ديال هذا المقهى هذه. لما كديروا يعني كاع داكشي اللي كديروا من فوضى وكلام ساقط ونبي. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كان معكم عثمان أغزاف مباشرة من مدينة بني ملال. إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.